إهداء من أم سعود لابنتها منيرة بمناسبة تخرجها وحصولها على مرتبة الشرف الأولى. ألف مبروك التخرج يا منيرة، والف مبروك امتيازك بالشهادة، جامعية بامتياز وطيب السيرة، سيرة يفخر بها اخوان وقرابة، سيرة يفخر بها اخوان وقرابة. ألف مبروك التخرج يا منيرة، والف مبروك امتيازك بالشهادة، جامعية بامتياز وطيب سيرة، سيرة يفخر بها شعب وقيادة، فخر أبوك وتفخر أمك والعشيرة والقلم والعلم وأصحاب السيرة، فايزة على بنة الجامعة والجزيرة بالشهادة والشهامة والعبادة، ومستشارة للكبيرة والصغيرة، كل طالب تنتبه منك إفادة، مصدر العلم المفيد انت مديرة واتبع النمرك جميلة القلادة، الله أعطاك المواهب مع بصيرة ونادرة بالزين مع عقل وركادة، وقدر وامتياز واخلاق وستيرة، وتستحقين الهدايا والإشادة، للوطن والعلم يا بنتي سفيرة، يا عسى دنياك واخرتك سعادة. ألف مبروك التخرج يا منيرة، والف مبروك امتيازك بالشهادة، جامعية بامتياز وطيب سيرة، سيرة يفخر بها شعب وقيادة، فخر أبوك وتفخر أمك والعشيرة والقلم والعلم وأصحاب السيرة، فايزة على بنة الجامعة والجزيرة بالشهادة والشهامة والعبادة، ومستشارة للكبيرة والصغيرة، كل طالب تنتبه منك إفادة، مصدر العلم المفيد انت مديرة واتبع النمرك جميلة القلادة، الله أعطاك المواهب مع بصيرة ونادرة بالزين مع عقل وركادة، وقدر وامتياز واخلاق وستيرة، وتستحقين الهدايا والإشادة، للوطن والعلم يا بنتي سفيرة، يا عسى دنياك واخرتك سعادة، للوطن والعلم يا بنتي سفيرة، يا عسى دنياك واخرتك سعادة. 055-877-3